Mais il y a pas 3 jours, on n'a pas reçu. Parce que c'est le même déjà maintenant, c'est juste que le club qui a changé. تلاقينا كثير بوعود بصح صافي ديجا برسك قريب ان اون ودمي رانا نستناو اوكين كونكلوزيون ما صرا حتى شيء لا بليبار فينا كاع سي دي بير دو فامي وقعدنا عائلات نعيلوهم وان شاء الله يشوفونا في الوضعيه هذه باش في اقرب وقت يلقاو لنا حل. احنا قبل ما نديروا الوقفه الاحتجاجيه هذه كنا اتصلنا كنا تلاقينا مع الكونسي تاع المدير العام تاع السوناطراك اللي كانوا وعدونا صافي اكثر من 6 شهور ملي كانوا وعدونا قالوا لنا بلي راحين ننظروا في هذه القضيه وبلي ان شاء الله عن قريب راح نتلقاو المستحقات تاعنا. الى يومنا هذا هما ما زادوش كاع حوسوا علينا وحنا كنا درنا بريه درنا رسائل باش نعاودوا نتلاقاو بهم ما كانش كاين رد ايجابي. دونك هذا واش حتم علينا باش حنا نجوا اليوم نديروا وقفه احتجاجيه. هذه المره الرابعه ولا الخامسه نديروا في وقفه احتجاجيه وين طالبوا بالمستحقات تاعنا اللي كانت وين كان عندنا عقود مع فريق المجمع البترولي. فريق المجمع البترولي تحل لكن كانوا عندنا وعود من عند الشركه ومن عند النادي انه المستحقات راح تصب في حسابات اللاعبين، لكن لحد الان رانا في نهايه الموسم وما زلنا يعني نسالوا مستحقات الموسم الماضي، مستحقات تاع موسم كامل. راهم هنا ينظموا في الحاله باش نديروا اجراءات، حنا قلنا نديروا قبل وقفات باش نطلبوا منهم وما كش واحد يهضر مع لي زاتلات ومع لو ريبريزونطون تاع لي زاتلات ولا ما كاين والو نروحوا الاجراءات القانونيه.